الاقتصاد أمر مهم، مش عشان احنا بس، عشان خاطر كمان أبنائنا وأحفادنا يعيشوا بشكل أفضل. اللي احنا بنعمله ده مسار ملناش خيار غيره عشان نبني بلد مرفوعة الرأس، عشان احنا، عشان بلدنا، عشان ناسنا. اللي اتعمل خلال السنين اللي فاتت ده كان بجهدكم انتوا وبتحملكم انتوا وبوعيكم. هنفضل نبني ونشتغل، وطول ما احنا متحملين وطول ما احنا قادرين على ان احنا نواجه ونبني ونطلع قدام، هتجدوا بفضل الله سبحانه وتعالى نتائج أفضل. نفضل نشتغل ونشتغل ونشتغل حتى نغير واقعنا. تحيا مصر دائما بإرادة شعبها بالعمل بالعزيمة بالقفز إلى المستقبل الأفضل بالتغلب على التحديات المختلفة أيما كانت هذه التحديات. مرة أخرى أرحب بكم وكل عام وأنتم بخير في ثورة 30 يونيو. معنا في الاستوديو ضيف كريم، الأستاذ بهاء إبراهيم، خريج البرنامج الرئاسي ومدير التحول الرقمي بإحدى البنوك المصرية. برحب بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذة هبة، وأهلا بجموع المشاهدين. أهلا بك أستاذ بهاء. أبرز النقاط التي استوقفتك في كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة يونيو؟ في البداية بنهني جموع الشعب المصري بذكرى 30 يونيو المجيدة، الثورة اللي أنهت عصور كانت هتبقى جاية كبيرة جدا من عصور الظلام بسبب طبعا حكم الجماعة الإرهابية في خلال السنة اللي حكمتها. يعني الحقيقة من أبرز الحاجات اللي استوقفتني في حديث سيادة الرئيس كان الجزئية اللي ليها علاقة بمكتسبات الشعب المصري بعد 30 يونيو، وخصوصا ملف الشباب، وخصوصا ملف التهجير القسري، وخصوصا الحماية الحالية اللي بتقوم بها القيادة السياسية في عدم تمكين ملف التهجير القسري بالنسبة للمصريين، بالنسبة للفلسطينيين في مصر. نعم. الشباب تحديدا، وأنت أحد ممثلي الشباب وأحد الخريجين من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، كان من الطفرات الواضحة جدا في تمكين الشباب المصري في الدولة المصرية، سواء تأهيل القيادات المختلفة أو حتى فيما يخص تأهيلهم لريادة الأعمال وكيف يقومون بالمشروعات وإيجاد فرص العمل. مظبوط. ما هو تعليقك على هذه الخطوة تحديدا وما صار في العشر سنوات الماضية؟ ويعني صحيح ثورة يونيو 11 سنة، لكن يمكن العشر سنوات الأخيرة هي اللي كان فيها وضوح للخروج بالبرامج المختلفة لتمكين الشباب. مظبوط يا فندم. إحنا في خلال العشر سنين الماضية الحقيقة كان ملف الشباب وملف تمكين الشباب كان من أهم أولويات القيادة السياسية خلال العشر سنوات الأخيرة، خصوصا مع إطلاق عام الشباب المصري في عام 2016. سيادة الرئيس في المؤتمر أطلق عام الشباب المصري في 2016، ومن بعدها تم إطلاق برنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة اللي أنا بتشرف إن أنا جزء منه وجزء من الكيان الكبير ده. الحقيقة الكيان الكبير ده في جزء مهم جدا منه هو تأهيل الشباب. علشان الشباب يتمكن لازم الأول يتأهل، فعلشان يتأهل كان تم إطلاق برنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، ومن بعده تم تأسيس الأكاديمية الوطنية للشباب اللي هي مسليتها الإيناف في فرنسا، اللي هو أي حد محتاج إن هو أو بيتأهل إن هو يمسك منصب قيادي في الدولة لازم إن هو يكون متأهل كويس، علشان خاطر أي قرار لازم يتم دراسته من كذا بعد، سواء بعد سياسي، سواء بعد اجتماعي، سواء بعد أمني، سواء بعد اقتصادي، سواء بعد مجتمعي وهكذا.